قال الله جل وعلا أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحرر ما معنى الخوف والحزن هنا. الخوف غم يصيب الإنسان خوف سوء عاقبة. غم يصيب الإنسان خوف سوء عاقبة، هذا يسمى خوف، إذن هو في المستقبل. والحزن غم يصيب الإنسان إما لفوات نافع أو لحصول ضار، إذن هو في ماذا؟ في الماضي. غم يصيب الإنسان إما لفوات نافع أو لحصول ضار، فيصيبه حزن. نطبق، النبي عليه الصلاة والسلام لما مات إبراهيم، هذا فوات نافع أو حصول ضار؟ يأتي الاثنين. قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. الفائدة من السياق وهو المهم أن من أحسن الاتجار مع الله بالإيمان والعمل الصالح لا يصيبه خوف ولا حزن. لما؟ الجواب قلنا ما هو الخوف؟ غم يصيبك من حلول سوء عاقبة، ولا يمكن لمن كان صادقا في نيته صالحا في سريرته له من الأعمال الصالحة أن يصيبه سوء عاقبة. إذن انتفى ماذا؟ انتفى الخوف. وما دام صالحا سيقبل على نعمة الله، سيدخل الجنة، ولا يمكن أن يحزن أحد على شيء من الدنيا فاته والله قد كتب له ماذا؟ كتب له الجنة، محال أن يحزن. هذا معنى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.